وضعت لكم قائمة من 10 ممثلين ذكور قدموا أداء ناجحا في مسلسلات تلفزيونية هذا الموسم. دعونا نرى الممثلين الذكور الذين تمكنوا من إقناع الجمهور بأدائهم. في المرتبة العاشرة تينك تورون. ولد تورون الذي صور شخصية أورهو في المسلسل التلفزيوني الأسيرة في 24 مارس 1974. كانت أول تجربة تمثيلية له من خلال المشاركة في مقطع أغنية يالديس ديلبي أو بالمعروف ابني. المشروع الذي جعل تينك تورون مشهور كان مسلسل كرايزي بيديس. مرتبة التاسعة خليل إبراهيم جيهان. خليل إبراهيم جيهان الذي اشتهر بشخصية يمان في المسلسل التلفزيوني إيمانيت. ولد في 13 ديسمبر 1982 في سيفاس. خليل إبراهيم جيهان أول تجربة تمثيلية له مع الفيلم بعنوان سنعود على الفور. خليل إبراهيم جيهان الذي تمت متابعته باهتمام كبير في الموسمين السابقين لم يجذب الكثير من الاهتمام هذا الموسم كما كان من قبل. رقم 8 أوكتاي كاينارجا الذي بدأ الموسم بالشخصية التركية الجزائرية التي لعبها في المسلسل التلفزيوني بين بي سيهانا كمازا. ولد في مالاتيا في 27 يناير سنة 1967. لم يتم نسيان شخصية سليمان جاكر الذي لعبه أوكتاي كاينارجا في المسلسل التلفزيوني كورتلان فاديسي. رقم 7 موراد يالديري. ولد موراد يالديري في قونية سنة 13 أبريل 1979 والذي لعب شخصية عمر في المسلسل التلفزيوني المنظمة. موراد يالديري الذي بدأ حياته المهنية في التمثيل مع المسلسل التلفزيوني نحن متصلون حتى لو كنا معا اكتسب شهرة كبيرة في مسلسل عاصي. رقم 6 باريش أكتاش. ولد باريش أكتاش الذي كان له أول دور قيادي في المسلسل التلفزيوني ظهور الدم. يلعب باريش أكتاش دور شخصية باران في المسلسل التلفزيوني ظهور الدم. رقم 5 هو أرتان سابان. ولد أرتان سابان الذي صور شخصية سعد بايسالي في المسلسل التلفزيوني إلين حياة بيلي. ازداد عام 1978 في سكوبي. شارك في إنتاجات كثيرة مثل فاراويل الروميلي وسكاريا فيرا. رقم 4 تولغا سايشمان الذي يلعب دور بارباروس خيرتي. ولد في 17 ديسمبر سنة 1981 في إسطنبول. ظهر تولغا هان سايشمان أول مرة في التمثيل مع المسلسل التلفزيوني كابتيف هير. شارك تولغا هان سايشمان في العديد من الانتاجات غيرها الكثير. رقم 3 هو باريش أردوج. ولد باريش أردوج الذي لعب شخصية ألاب أرسلان في مسلسل ألاب أرسلان سيلجوك تيفي. رقم 2 بوراك أوزجيفي. ولد بوراك أوزجيفي الذي يلعب دور شخصية عثمان في المسلسل التلفزيوني قيامة أرطغرل مؤسس عثمان في 24 ديسمبر سنة 1984 في إسطنبول. وفي المرتبة الواحدة ميرت رمضان ديمير والذي اشتهر كثيرا في قصة المسلسل التلفزيوني الطائر الرفراف. ولد في 25 نوفمبر سنة 1998 في إسطنبول. يعتبر ميرت رمضان ديمير الذي يلعب شخصيته فريد حاليا أكثر ممثل مشهور ذكر في تركيا. من هو ممثلكم المفضل في هذه القائمة؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. ودعا.